عايز بكره اسمع علي من 3 ايام احنا رزق اليوم بيوم يا استاذ احنا رزق اليوم بيوم احنا ولا موظفين ولا ابهاتنا سايبالنا عطشان واراضي ولا احنا والله حكايتنا رئيسة الحي عايزه تقعدنا 3 ايام يا عم انت عايز تحل المشكله دي وضع لنا حل 3 ايام نقعد 3 ايام انت ايه اللي يرضيك واحنا نعمله بس يا عم وفر لي مكانه تعالى قول لي ناخد منك كذا بس ادونا اماكن بس ادونا حاجه ناكل منها يعني زي ما هم يحددوا لنا يقولوا لنا عليه احنا خدامينه بس ادونا اماكن هو هيبقى في مول في ناحيه الوكاله ايوه اللي هو في الوش انتوا مثلا عايزين اماكن لا انتوا لما يبني المول ده تحبوا تاخدوا مثلا دور يبقى ليكم يا رب حد يقرا يا باشا نشتغل بالحلال بس حد يكره ان يشتغل بالحلال لا مفيش حد يكره وبعدين احنا عايزين نوصلوا لا ان في فرقه بيتنا كله مسؤوليات انت ايه رايك في اللي حصل امبارح كل واحد يا فندم انا اخواتي بيتكلموا صح ما بيتكلموش غلط احنا كبياعين يا ست الكل احنا كبياعين مش عايزين اي حاجه من الشارع غير ان احنا نروح بيتنا مستورين وناكل نجيب عيش بس ولا اكتر ولا اقل مش عايزين لا احنا عايزين نجيب عيش ده حضرتك لسه متجوز لسه ما كملش جاي العيل في الطريق جاي العيل في الطريق يا فندم وخلاص وربنا صالح حالنا بطلنا اي حاجه شمال بنعملها بطلنا كل الغلط اللي احنا كنا بنعمله السيد رئيس المباحث يشكر اتفضل بكرمه علينا وادانا اماكن علينا اقفوا كله عيش بالحلال ما تعملوش يعني بعد ربنا جعله سبب ان احنا ناكل عيش بالحلال وما نعملش الغلط اللي احنا كنا بنعمله احنا المطلوب دلوقتي يا فندم ان احنا عايزين ناكل عيش حطونا في اي مكان ناكل منه عيش ولا اكتر ولا اقل معانا عيال عايزين ناكل عايزين نشرب الاكل الطبيعي شرب الطبيعي ايه اللي حصل امبارح مشونا امبارح والمحلات اللي هناك اتقفلت المحلات لا مفتوحه محلات بقى ده هو ده صعيدي بياكل معانا عيش سايب بلده ومتغرب وجاي ياكل عيش معانا عشان خاطر عنده عيال وبيته مسؤوليه برده قولي لي نروح فين فرشتك دي فاتحه بيتك ولا لا يا عم واحنا من ايدهم دي فرشتك دي فاتحه بيتك ولا لا لما بيوفروا مكان بعد احترامي ليكي اصحاب املاك واصحاب محلات والمسجل بياخد مكان واثنين وثلاثة واحد غلبان عايز ياكل عيش ما بيلاقيش مكان بص حضرتك احنا واقفين في شارع جانبي مش شارع رئيسي احنا في شارع جانبي في شارع الجلاء هنا حضرتك بصوا كل دي فروشات بيوت مفتوحة والناس اهلها برضو بتصرف عليها وكل ده معاه عيال ومعاه بيت كلنا هنا معانا بيوت ومعانا عيال ومعانا حاجات كلنا في رقبتنا مسؤوليات وعشان كده حضرتك يعني عندنا المباحث بتاع البناء مديها لكل واحد هنا فرشته عشان ما يعملش حاجه غلط ولا يعمل حاجه شمال نمشي جنب الحيط بناكل لقمتنا بالحلال عايز اوصل معلومه صغيره قوي خش وسط البلد هتجيب دواء ب 100 و 150 احنا موفرين للزبون بص السعر كام ورغم كده حضرتك ان احنا بنجيبها غاليه مرتين وثلاثه بسبب غلو الدولار وغلو الاسعار برضه التجار صحابها بيغلوا علينا والله فاحنا طالبين الرحمه بس مش طالبين حاجه تاني